لو سمحتي يا سيدنا، الأذى النفسي، في ناس طول الوقت حواليك هي مش بتعمل أي حاجة غير إن هي تأذيك نفسيا. طول ما أنت بتكلمهم وكويسين، ما يعني أنت هم عايزينك تقعد معاهم، أه ده أنت صح، وأنت وقلنا وعدنا، لا أنت كده كويسة قوي وحبيبتنا. أول ما الكلام ما يعجبكيش وتمشي، أنا مش عاجبني الوضع ده، ده أنت مش ده أنت فيكي وفيكي، وغير إن تبقي طالعة ونازلة يشتموكي ويبهدلوكي. أنا تعبت من كتر ما هم بيأذوني نفسيا، أنا بنام واصحى على كلمة حزب الله ونعم الوكيل. أنت اللي بتحاسبيني يعني؟ أه، من كتر ما هم أذوني نفسيا، وإن هم بيعملوا حاجات أو يقولوا حاجات عليا إن هي ما بتحصلش. أنت بتعرفي بيقولوها في وشك ولا بيقولوها من وراكي؟ أه، بتتقال في وشي. سلام في دول، قول لها أنت سلام. بتتقال في وشي يعني، مثلا سلايفك يعني؟ لا، هم أخوات جوزي. أه. مش سلايفي، أنا ماليش سلايف. عايزيني ان انا افضل قاعده معاهم، انا كده حبيبتهم وامشي على التسقيف والطبل بتاعهم، غير كده لا انت مش كويسه، وانتي واحنا هنمشيكي ونجيب غيرك وكلام كده كتير. طب يعني ايه تسقيف وطبل بتاعهم؟ مثلا واحده عملت حاجه وهي ردت عليها، اللي هو كلام قلنا وعدنا، اللي هو بيبقى موجود كتير الايام دي. هم عايزين نمشي على النمط بتاعهم كده. يا اما كده بقى لا ده انت تعملي هنغيرك وهنجوزه سيد سيدك وكده. والكلام ده كله. انا تعبت نفسيتي تعبت خالص منهم، لدرجه ان انا ما بقتش بنزل اصلا ولا بطلع، ولو حصل ايه تحت ما بفتحش باب شقتي. طيب وجوزك علاقته بيكي عامله ازاي؟ لا جوزي كويس الحمد لله معايا، بس هما من النوع اللي ممكن يقلبوا الدنيا في ثانيه. هو من النوع برضو اللي هو بيسمع، واول ما بيدخل من باب البيت ملوش دعوه بحاجه. احمدي ربنا بقى، احمدي ربنا. شكرا ليكي يا عبير، شكرا ليكي. وهي دي حاجه بتحصل يعني، انه الناس تتكلم وتعمل وبتاع، بس المشكله انه لو الزوج سمع دي المصيبه، انما لو الزوج ما سمعش وكبر، هي مطلوب منها تعمل ايه؟ السيده عائشه رضي الله عنها ان رجلا نادى على النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي بئس اخو العشيره هو. الراجل ده يعني حاجه صعبه قوي يعني. فلما دخل الرجل فجعل النبي يتكلم معه ويضحك ليبسط معه في الحوار. فلما ولى الرجل قالت عائشة يا رسول الله ايه اللي انت عملته ده؟ لما دخل الرجل قلت بئس اخو العشيرة هو، فلما دخل جعلت تضحك معه، ايه ده؟ ما فيش بقى، ما عندهاش اللي ايه المرونة في نوعية التعامل ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ان من الناس من نتقيه اتقاء شره او اتقاء فحشه. يعني احنا بنتقي شر شخصا ما مثلا يعني معين. وبعدين الحياة اللي انت اللي بتتكلم عليها الاخت الفاضلة دي حياة قائمة على طول دائما، لان اخوات جوزها لا هيتغيروا ولا بيبدلوا ولا اي حاجة، وهيفضلوا موجودين زي ما هو. احيانا كثيرة بيحصل نوع من انواع الغيرة ما بين أخت الزوج إلى الزوجة، ده بيحصل كتير جدا في كل العائلات، كل البيوت بيحصل الكلام ده كله. فعشان كده احنا بنقول بنعاملهم بالحسنة وناخد وندي معاهم، بحيث ان الأمور كلها تبقى كويسة، لكن ما نمشيش فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل. طيب.